معكم سفيان من كندا من بالضبط موريال. إيه يمكن يكون الخميس. كيف شي يصلي الجمعة غدا الله يتقبل. مهم احنا يا بغيت نهني المنتخب الوطني ديال الفوتسال على هذا الانجاز اللي حقق اليوم، رغم اننا كنا شاكين بانه غيدير ماتش بهذا المستوى هذا من خلال التصريحات ديال هشام تيغ اللي دخل لينا شويه الشك، تفرجنا على الاعصاب ديالنا وحتى السيناريو ديال الماتش خلانا نعيشوا واحد الجو هشكوكي هنايا مع الجاليه الاصدقاء ديالي اللي خدامين معايا، تقريبا جمعنا كاملين وكنتفرجوا على الاعصاب ديالنا. الحمد لله ربي جاب تيسير وتأهلنا، كنتمنوا ان شاء الله نزيدوا نحققوا شي انجاز ضد البرازيل، واخا المأمورية ما غتكون صعبه في ظل الظروف ديال الاصابات واللي قبل من المونديال واللي في المونديال دابا، كما كنتقولوا ما حدا كتقعقيوه كتزيد في البيض مصطلح المغربي ديالنا. نتمنوا ان شاء الله سيدي ربي يسر لنا الامور ونتجاوزوا البرازيل، بحال تجاوز البرازيل كنشوف بقى غير الفينال ان شاء الله. وكنقطه ثانيه بغيت نتكلم على فريق الرجاء، الصديق اللي تكلم على ان المدرب تظلم، بغيت نقول ليه تظلم، كنا هزم مثلا مع الماتش ديال بركان حنا كرجاويين ما تقبلناش الهزيمه، ولكن كان بان لينا باننا راه نهزمنا ضد فريق بركان بلاعبين بريباراسيون اللي بريبارا والحارس اللي جابو، كتقول راه لوجيك تنهزم مع بركان، ولكن مع احتراماتي لجماهير طنجاوي والفريق طنجاوي والمدرب القادر ديالو ميلان الطير اللي كنحتارمو، كنتمنى نشوفو واحد النهار في الرجاء ولا في شي فريق كبير، حيت ديما حنا كنشوفو في الفرق اللي كتصارع على النزول، علاش لا ما تعطاش الفرصه للمدرب بحال هلال الطير نشوفو في شي فرقه كبيره وديك الساعه نحكمو عليه. كنبغي نقول لي انك تخسر مع طنجة اللي ما كترينيش واللي ما بريباراش، هنا راه المدرب ما تظلمش، خصوصا ان راك جيتي لواحد الفرقه اللي عام كامل ما هزمتش. ما تقولش ليا الغياب ديال المقدم ومكعازي وموهوب غيأثر على فريق كامل، كان واحد صديق قبل مني راه ليسونسييل اللعابه اللي كانوا العام اللي فات راه باقيين تقريبا هما انت داخل بلاكاسور تقول كامارا انه لما سمعت الاخبار اللي خرجت بانه غادي يتباع ما بغيتش نلعبو، هنا راه الخطا ديالك، مادام دخلتي برومير دوزيام ميطا كنتي تقدر تلعبو برومير ميطا واش خرجو دوزيام ميطا، ما باش تلعب صابر بوغرين ترجعو كاسور، صابر ماشي كاسور وزريده ماشي كاسور، انت حرقتي صابر بوغرين دابا ملي كتشوف مثلا في وسائل التواصل كلشي كيدوي على بوغرين ان النيفو ديالو طاح، ولكن صابر كيعاني من سوء التوظيف لا هو لا العديد من اللاعبين. كذلك انا الزنيتي، انا الزنيتي اي حارس في العالم كيمر في واحد الفتره ديال مرحله فراغ في العالم، قول ديال بارسلون راه عنده مشاكل، وبالتالي ما نبغيش نقول جماهير الرجاء ما تكونش عندهم الذاكره ضعيفه بزاف، انا الزنيتي احد نقاط القوه ديالنا السنه الماضيه، ولا عقلتو على بالعودي ولا حمد امين ولا اي محلل كان كيكون معاهم كان كيقول باللي الرجاء كتلعب ب 12 لاعب ما كتلعبش ب 11، حيت كان عندك الزنيتي تبارك الله في رجليه راه كنعتبرونا احسن بزاف من بزاف المدافعين ماشي الحره، حيت هو لا يقارن في رجليه تبارك الله مع الحره، نقدر نقارنوه مع المدافعين. وتحياتي وشكرا على هذه الفرصه اللي عطيتونا ندخلوا